الدستور أشارت إلى تفقد دكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات النهاردة لمحطة مترو المرج القديمة، وطبعا رصيف المرج المؤقت، وده للإطمئنان على تقديم كل التسهيلات للركاب بعد غلق محطة المرج الجديدة لمدة 5 أشهر كما أعلن سابقا، وبهدف طبعا الانتهاء من ازدواج المسافة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة والانتهاء من أعمال تطوير محطة المرج الجديدة.